بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 140 كما نلاحظ 140 40 40 140 إذن 140. إذن عندنا لاباج 140، إذن الصفحة رقم 140. En haut de la page on a lire pour le plaisir. Lire pour le plaisir. Lire pour le plaisir. القراءة من أجل المتعة. كما نقول هنا قراءة من أجل المتعة. ولكن كما قلنا فيما سبق بأن الأفعال في اللغة الفرنسية تستعمل كما لو أن مصادر كما عندنا في اللغة العربية. إذن عندنا هنا قصة لو سيدغ التي رأينا فيما سبق. إذن سنرى هنا بشكل مجمل. كما نلاحظ عندنا شجرة الأرز أنها تأخذ جذورها، أن تنتزع جذورها من الأرض لأن تريد أن تمشي طليقة حرة مثل الطيور ومثل باقي الكائنات. ثم هنا يلتقي إبراهيم طبعا فترفض، ثم يلتقي طائر من الطيور فتعود إلى مكانها كما سنرى في القصة. إذن أن سيدغ في أو بوغ دالاك، أن سيدغ في أو بوغ دالاك. إذا نتكلم عن شجرة الأرز في، هذا لو فيرب فيفغ، هذا فعل عاش. إذا أن سيدغ في شجرة الأرز تعيش، أو بوغ دالاك يعني على ضفة بحيرة. إلي تخيست هي حزينة، إلي تخيست طبعا نقول هنا هو حزين. نتكلم عن شجرة الأرز كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية، كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية كما ذكرنا. إذن إلي تخيست، إلي تخيست هو حزين، المقصود هي حزينة. Il ne veut plus vivre au même endroit et décide de partir. Il ne veut plus vivre. هو لم يريد بعد العيش. طبعا عندنا لو فيغ فيفغ يعني فعل عاش هو الذي عندنا هنا. إذن il ne veut plus، هنا عندنا veut، هذا لو فيغ فولوار. هنا عندنا فيفغ، هنا فولوار، هنا فيفغ. فولوار يعني أرادة. نقول je veux، tu veux، il veut، هو يريد كما عندنا هنا. Nous voulons، vous voulez، ils veulent، ils veulent، هم يريدون. Il ne veut plus، هو لم يعد يريد. Vivre، العيش. En même endroit، في نفس المكان. Et décide de partir، ويقرر الانطلاق، ويقرر الذهاب. طبعا عندنا هنا décide، c'est le verbe décider، هذا فعل قرر. ومنها la décision، يعني القرار. La décision، القرار. نقول مثلا il a pris une décision، يعني هو أخذ قرارا. إذن عندنا هنا décider، هنا عندنا partir. طبعا الأفعال تجي بعد ده أنها لا تصرف كما عندنا هنا. Et décide de partir، ويقرر الانطلاق. Une grosse goutte d'eau décide aussi de quitter le lac et part à l'aventure avec le cèdre. Une grosse goutte d'eau، كما نلاحظ هنا فوالا. Une grosse goutte d'eau، إذن عندنا قطرة ضخمة من الماء. Une grosse goutte d'eau، إذا نتكلم عن قطرة ضخمة من الماء. ديسيد طبعا نتكلم أيضا عن لو فيرب ديسيدي. ديسيد يعني أنها تقرر. أوسي أيضا، هي أيضا تقرر. دو كيتي تركة، طبعا عندنا هنا دو كيتي. طبعا لو فيرب كيتي ما غيتصرفش لأنه جاء بعد دو كما عندنا هنا. إي ديسيد دو كيتي، ثم تقرر تركة لولاك، تركة البحيرة. إي باغ، ثم تذهب. طبعا هنا عندنا لو فيرب إي باغ، سي لو فيرب سيرفا بارتيغ، إي باغ. غير هنا جا بعد دو ما تصرفش، هنا خاصو يتصرف. ديسيد أوسي دو كيتي لو لاك، هي تقرر أيضا ترك البحيرة. إي باغ، إي باغ، ثم والذهاب. ألافونتيغ، في مغامرة أفيك لو سيدغ، مع شجرة الأرز. إذا طبعا عندما انطلقت شجرة الأرز تريد الذهاب طليقة تبعتها قطرة الماء الضخمة. بعدها سيغ لا غوت لي دو زامي rencontre Ibrahim. Sur la route les deux amis rencontrent Ibrahim. إذن على الطريق الصديقان يلتقيان إبراهيم. من يكون الصديقان؟ Qui sont les deux amis؟ من يكون الصديقان؟ Bien sûr on parle du cèdre et de la goutte d'eau. نتكلم عن شجرة الأرز وقطرة الماء. إذن les deux amis rencontrent Ibrahim. إذن الصديقان يلتقيان إبراهيم. من يكون إبراهيم؟ Un jeune garçon. إذن هو طفل شاب كما نقول. Qui leur demande de rester dans la forêt. Qui leur demande de rester dans la forêt.
الذي يطلب منهما كي لور دومون دو ريستي دون لا فوري، الذي يطلب منهما البقاء في الغابة كي لور دومون، الذي يطلب منهم دو ريستي البقاء. عندنا ريستي ما مصرفش جاء بعد دو دون لا فوري، يطلب منهم البقاء في الغابة. ميلو سيد غوفيز، لكن شجرة الأرز ترفض. طبعا عندنا لو فيرب غوفيزي، هذه عكس اكسبتي، عكس اكسبتي. لو قلنا مثلا لو سيدغ اكسبت، اذا المقصود ان شجره الارز تقبل، تقبل هذا الطلب، تقبل طلب ابراهيم. لكن هنا عندنا ميلو سيدغ غوفيز، لكن شجره الارز ترفض. اذا عندنا لو فيرب غوفيزي مي، ولكن لو سيدغ غوفيز، شجره الارز ترفض. اوازو سافونس فيغ لابغ ايسي دو لو روتونيغ، ايسي دو لو روتونيغ. هناك طائر سافونس، طبعا عندنا لو فيرب سافونسي، قلنا لو فيرب سافونسي عندنا فعل تقدم. اوازو سافونس، طائر يتقدم، فيغ لابغ نحو الشجره، ايسي ايسي ثم يحاول. طبعا عندنا لو فيرب ايسيي، قلنا لو فيرب ايسيي هذا فعل حاول. إذن ومنها مثلا كلمة لسي، يعني المحاولة أو التجربة. لسي نقول محاولة أو التجربة. إذن إيسي دو لو روتونيغ، ويحاول منعه، ويحاول منعه المقصود، ويحاول منع الشجرة من الذهاب. إذن كما نلاحظ فوالا ستانوازو كي سافونس فيغ لار، إيسي دو لو روتونيغ دو بارتيغ، ثم يحاول أن يحبسها عن الذهاب. لو سادا إيكوت لوازو، إذن شجر الأرز تسمع الطائر، إغوفيا أو بوغدي لاك، إغوفيا أو بوغدي لاك، ثم تعود إلى ضفة البحيرة. إذن طبعا اقتنعت ورجعت لضفة البحيرة، لم تسمع لإبراهيم لكن سمعت للطائر كما نلاحظ. كما قلنا الآن أن سيدغ في أو بوغدي لاك إلي تخيست، إل نو فو بلي فيف أو ميم أندروا، إي ديسيدو بارتيغ. Une grosse goutte d'eau décide aussi de quitter le lac et part à l'aventure avec le cèdre. Une grosse goutte d'eau décide aussi de quitter le lac et part à l'aventure avec le cèdre. Sur la route, les deux amis rencontrent Brahim, un jeune garçon, qui leur demande de rester dans la forêt. Mais le cèdre refuse. Un oiseau s'avance vers l'arbre et essaie de le retenir. Le cèdre écoute l'oiseau et revient au bord du lac. Il donne de fumer au cèdre. الصفحة نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.